من الواجب تاعي اني نتكلم على فريق اللي ربما فوت معاه 6 اشهر وين تمكن هذا الفريق باش يتحصل على كأس الجزائر وفي نفس الوقت يعني كان في المرتبة الخامسة في الترتيب. هذا الشيء اللي ربما ما نجمش انا كمدرب ننكره وما نجمش ننكر كما يقولوها مجهودات الاخرين، ولهذا نغتنم هذه الفرصة باش نشكر بزاف لاعبين جمعية شلف، نشكرهم بزاف على الانضباط تاعهم، نشكرهم بزاف على المجهودات اللي قاموا بها طيلة يعني الفترة اللي اشتغلتها معهم، يعني سواء في الانضباط تاعهم سواء في التدريبات سواء نجم نقول لك في العمل اللي قاموا به عمل جبار، ولهذا نعاود نقول ونعاود نكرر نشكرهم بزاف لانهم اداوا يعني فتره بمستوى عالي، كانوا يقدرون يحترموني، كانوا في ظروف صعبه ماديه ولكن كانوا حاضرين في التدريبات وحاضرين في الملعب معنويا وبدنيا، وهذا شيء مهم جدا وقليل. ونتعيشوا مع لاعبين اللي عاشوا فتره صعبه 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 من الناحيه الماديه، ولكن كانت عندهم طموحات، كانت عندهم موتيفاسيون، كان عندهم انفي اللي خلاهم ربما يوصلوا يحققوا النتائج اللي وصلوا لها. في نفس الوقت الانصار اللي ربما كانوا وراء الفريق ثاني نشكرهم على وقوفهم جانب الفريق، يعني خاصه في المرحله التعوديه سواء في نصف النهائي ولا في نهائي كاس الجزائر. طبعا ما ننساش الاداره اللي ولو يعني الامكانيات صعبه ولكن حاولوا باش ربما يوفروا الشيء اللازم لهذا الفريق اللي خلانا ربما نجموا نواصلوا التدريبات في ظروف جيدة. كما ما ننساش طبعا المسؤول على فندق ليزورونجي اللي ربما أوانا وكنا وشربنا لحد الساعة هو في خدمة النادي، ولو ربما ما تقاضاش ربما الدين اللي عنده. هذو ناس مشكورين يعني في وقت الشدة لازم واحد يذكر الناس اللي كانوا معايا وكانوا واقفين مع الكيب تاعهم قبل أهم شيء بالنسبة لي، ولهذا نقول نتمنى لهم يعني كما يقولوها يعني مشوار طيب. نشكر الطاقم الفني اللي اشتغل معي العام اللي فات وبالعيد عبد الحق اللي مازال على راس الفريق وبدا معهم تحضيرات، نتمنى له التوفيق. هو الشاب طموح يعني عنده رغبه كبيره باش يوصل بعيد في المهنه تاعو، نتمنى له التوفيق. ولهذا نقول هذه هي كره القدم، اليوم هنا اليوم هنا كان عندي عقد مع الفريق نهايه الموسم، نظن بلي هذا هو الهدف بالنسبه لي بقاء الفريق. جات كاس الجمهوريه هذا نعاود نقولها بفضل اللاعبين والحمد لله، يعني اليوم في عام جمعية شلف وغدا ما تعرفش راح كون تكون. هذا الشيء اللي ربما اليوم نتكلم باسم وفاق سطيف اللي ربما كانت لي فرصه باش دربت هذا الفريق في فتره 2016، ولو ربما يعني الفتره ما كانتش طويله لظروف خاصه وظروف ربما اللي عرفها الصغير والكبير، ولكن هذا القدوم هنا ما كانش والله ما كنتش ربما نتوقع نكون في على راس الفريق، لانه كانت عندي ربما اتصالات بوكو بلوس خارج الوطن.